السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ابراهيم من قناة ماليش اوف جيمز. النهاردة عندنا لعبة كراش الموبايل، لسه نازلة جديدة امبارح تقريبا ولا اول امبارح، وطبعا لعبت فيها شوية وزدت اللي في الخمسة، انا مش عارف في الكام. ايه كان كسبت كسبت قبل وحشين كمان قبل الشخصية دي، وقلت ليه ما عملهاش في الساعة على اليوتيوب، طالما انا اليومين دول للاسف ورايا مذاكرة مش فاضي للاسف، يعني لقيت القناة بقالها كتير مزيدش فيديوهات، فقلت فرصة وانا العب فيديو كده وانزل على اليوتيوب. اوكي، لا ببساطة انك تحط ده عشان توصل. اوه لسه مش فاهم اللعبة يا جماعة. المهم تقريبا اقدر العب زعيم منهم. اوكي يلا الاحرق، كلمة الاحرق كده اقول لكم افهم لكم اللعبة، اللي ده نفس اللي لسه مش فاهمها. سيئا كان يعني كسبت وحشين قبل كراش مزيف، يعني هحاول نلعب كراش مزيف نكسبه. اوكي خليني نلعب ده، طبعا نفسي افتح ده، نفسي بس للاسف كتير اوي. خليني نلعب اللون الازرق. اوكي طبعا انا بحب العب اللعبة تكون من البداية خالص، مش مشكلة بقى. طبعا انا حريف يا جماعه متخافوش. اوكي كنت فوت انزل تحت تقريبا. او ماي جاد، طبعا الحاجات دي اللي بتفتح دي عامله زي الاجزاء اللي فاتت، لما الكارتين بتكون مش مفتوحه تفتح لك. او ماي جاد، ده غباء مني غباء مني. هي كانت فين اصلا؟ لا عليها علامه التعقب دي. اوكي حلو ده، اوكي ممتاز. عامل تعجب يا جماعة. اوكي برتقال، تشيك بوينت، شوف الحاجة دي يا جماعة. اوه الحاجة دي هتفيد على فكرة، فلو كنت فيت لما الصناديق جنب بعض لازم نعمل الحركة دي. اوكي عامل تعجب. اوكي دي انا عندي مهمة، عشان في عندي مهام بتقول لي جمعها تقريبا حاجة زي كده، صح مش فاهم اللعبة نزل 100%. اوكي انا مستني سنتقل يكون جنب بعض عشان اوريك الحاجة دي مهمة ليه. اوكي اوه الفيل ده اوسخ واحد، صعبة جدا مهارته، لازم تركز 100%. بالنسبة لي اوسخ من الزعيم نفسه. بص يا جماعة بالنسبة لي اوسخ من الزعيم الاساسي الرئيسي. اوكي ها او ماي، اوف كويس اني مموتش، كويس اني مموتش والله يا جماعة، حاسس ثاني ازاي مموتش في التعليقات. الكم ابلع. خلاص من اصعب واحد الحمد لله. عاش، بحب اللعبة دي يا جماعة، لعبة حلوة جدا حمستني جدا اني انزل عليها فيديو من كتر ما هي حلوة. اوكي ممتاز، معرفش ايه اللي بيحصل بس ممتاز. اوكي هلا اقدر العب محاضرة تانية، بس انا بالمقدر العب محاضرة تانية ولا لا؟ اوكي ايه اللي بيحصل؟ بتصلح ايه اللي حط دي؟ يقول لي ما ينفعش، يقول لي برضو ما ينفعش ولا ينفع. اوكي في حاجات كده بتحصل انا مش عارفها بس شكلها حلو. يعني دلوقتي ينفع كويس، يهمني دلوقتي هلا اقدر العب وحش تاني؟ للاسف لا لا لا، محتاج شوية حاجات طبعا. اوكي ارجع استنى يا جماعه، هرجع تاني قبل ما اجيب الحاجات اللي تخليني اعرف افتح المحاضرة التانية. استنوني استنوني، انت اصلا مش هتلاحظ. سلام، رجعنا تاني يا جماعه. انا اكتشفت ان بدات افهم اللعبه بطريقه جامده جدا، يعني فهمت اللعبه جدا. يلا الله نلعب، تاكد بس انا بصور. اوكي يعني اللعبه حلوه جدا، فهمت يعني لما اجمع الحاجات دي، عشان اجمع لازم ادخل مرحلة بونص عشان يجيلي فتر وكلام ده عشان يعمل منه المحل.
كنا نلعب بكوكو، ده نوع من انواع التنويع. واو عندها لبس. اوكي ده مستحيل نجيبه، ده في الاحلام في المشمش يعني. خلينا نايم كده واحلم نجيبه، بس المشكله مش عارف اصور انا نايم. هو احلم لو بصوركم فيديو يعني عادي. اوكي طبعا الصخره الكبيره دي لازم نبعد بخطوتين. اوكي بونص تشيك بوينت قصدي. من نقاش الجزء اللي فات، لو اتفرجوا على الفيديوهات دي اللي فاتت الجزء التاني، كنت دايما بقول بونص تشيك بوينت، ولسه لحد دلوقتي تشيك بوينت. نضرب ده بعدين نخش. اوكي واو المفروض انزل تحت صح؟ تحت مش معاه، تحت بيديني طريق. اسمع علينا يا الله، تبدو على الصوت بتلات طب حكر بتلات عصافير. اوكي ممتاز. اوه خليني ماشي كده، يلا احسن برضو. بدأت تدوخ. يلا اوكي الله عليا بوليتيكال. اوكي حابب امشي كده اكتر. اوكي تشيك بوينت. نروح هنا بعدين نروح الطريق التاني. لا اوه ماي جاد افتكرت ان هو هيضرب سنتين، مش مهم خيالي واسع اوي. اوكي بردك التالت. اوكي اوه احلى حاجه بردك التالت بيجي لي في وقت الوحش الاخير او الزعيم يعني في المحاوله الاخيره، يعني الزعيم في المحاوله دي قصدي. ايه اللي بقوله ده؟ اوكي ايه مش ناوي يضرب؟ اوكي بدا تعال اجي لك انا. اوه ماي جاد انا اسف انا صغير. اوكي يلا هات خطوتين. واو ابلع تاني ابلع نلتم احسنت يا كوكو. اتوقع انا المفروض استنى عشان امحى التالتة برضو. اوكي ايه اللي بيحصل؟ كل ما وقعت محاب يحصل حاجات جديدة. يلا بسم الله. اوكي زي ما توقعت. يب المفروض استنى. يلا نستنى تقريبا. استنيت لحد ما ده اتحمل ويلا نبدا. اوكي يلا اوكي طبعا احنا عمالين نوع، فنختار اللبس ده. اوكي يلا جو. اوكي عشان لو وصلت اعلى من استنى يا كمان بوطي. اوكي يلا طبعا برضه كده كان هيفرق معايا، بس يلا خليني اخلي بالي. اوكي ممتاز تشيك بوينت. ويها اوكي نطلع فوق. استنى اوكي هل من منافس؟ طب دول ليه تحبوا اني لبس اكتر، الازرق ولا ده هو الرمادي ولا الاساسي ولا الكوكو؟ انا نفسي صراحه مش عارف اني احسن ده ولا الازرق، مش عارف الاثنين حلوين ازاي. اوكي برتقال كويس، عوض البرتقال اللي فات خالص. الله اعلم الوحش ده تقريبا امر العبه اللي هيبقى في الماب ده، اعتقد لو ما قابلنيش قبل كده.
لو انا بقى عامل ازاي كمان عملت غلطة اللي فات ناخد سنتين دول. اوكي بوردي كده اه ده مو يلعب ده خد الالعاب بتاع كورتكس في المراحل العادية. ربنا يستر يعني ناخد حذرنا اشوف بس يعني ايه تقنيته. سيدي مش هتبقى اوسخ من الفيل يعني صح؟ واو بيعمل ايه ده؟ استنى كده اوكي سهلة يا عم. ايه او ماي جاد ده بيتحسب لو بيضربني. لا مش سهل على فكرة. الكم ابلع 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 اوف مش سهل يا جماعة. كويس اخدت بالي اللي برضه راح. او ماي جاد او ماي جاد كويس. يلا بقى نستنى مليون قرن كمان. انا اللي بستنى انتوا تشوفوها على طول يعني. واو شكلها حاجة حلوة بس اسمع. استنى يب نستنى. طب انا بستنى دي بعد التامل اهو. اوكي استنى هنبدأ اخيرا. اوكي من على الإضاءة لباطن. اوكي نلعب الأزرق في المحل الأخير. هنلعب الأساس ما تخافوش. اوكي طبعا لعبت بالأزرق عشان الشخصية اللي هلعبها لونها أزرق. اوكي شوف دي اوكي كويس برضه كان اسطوري. لا مش هدمر دي هدمر انا بنفسي. اوكي لا مش هدمرها هدمرها انا بنفسي. ياب يا سلا هدمرها. اوكي انا اسف انا عايز اغير. يا الله انا ازاي ما حسبتهاش حسبتها غلط غباء. اوكي كويس شمب بص لون ازرق. اوكي ابراهيم خلي بالك دول ما ينفعش تدربوا انت مش ناقص حاجه غبيه. اوكي سهله دي. اوكي واو محتاجه سرعه. نقطة اوكي الكم الكم تاني بس كده على السلامه سيا. اوكي اوكي قلت لنا واحدة مش عارف ليه بس قشطة. اوكي فتلنا عايزين واحد من الاخضر واتنين من دي. اوكي استنى كده نشوف يبقى يكون عندي بس. اوكي ما عنديش لازم الف من مع الماب والدنيا دي بتتحمل واعتقد دي برضو ما عنديش لازم الف مع الماب كده هنطول اوي في الحتة الأخيرة دي بس. أخيرا بعد 5 قرون يا جماعة أخيرا عرفت أجيبهم. يلا اوكي كراش المزيف انا واجه كراش المزيف في كراش. اوكي انا متحمس جدا. اوكي لبس الاساسي ده هو الحاجات دي البامبا دي بتظهر لما اقابل اي زعيم. اوكي غباء غباء مني اوف ما شاء الله من اولها كده غباء من اولها غباء. كان يهمني ببردك ده حرام كان ممكن اجمع معايا 2 برتقال يا جماعه حرام. لازم اركز بقى اكون نفسي بتركيز. اوكي كويس اول برتقال كسبان دلوقتي لابس القناع اكيد هيزهق دلوقتي كراش كراش بس لما اي حد لابس القناع ولا لا لسه لسه. اوكي معايا 1 برتقال ابراهيم ركز كويس
يعني مش هقعد اتحاسب اقول اللي كان معايا تلاتة، لا مش هستفيد حاجة من الصياح ده، لازم اركز. ايه ده، كنت رميت على على السفام هيبقى احلى اسيست. اوكي كويس، ده المفروض اعمل له ايه؟ ده حد ما صارليش واحد بامبا تاني، انت عايز ايه حضرتك؟ تشيك بوينت. اوه الرقصة المشهورة. اوكي دلوقتي بقيت زعيم عادي، كنت دايما تبقى مسري. ثانية انا عندي شوية يا جماعة. اوه كويس، الكلام ده كويس. اوه بيحدث زي ما انا بحتف له. انت زي صحيح. اوه غباء، ده انا ده ايه ده يعني، شايفها مصدوم. بطل شوية كراش حبيبي، بطل شوية حبيبي كده، يعني فضل ضربة واحدة بس. واو كويس. اوه ماي جاد يا جماعة، هتاي اوكي معركة جامدة. البلع بيردها لي تاني، يا الله قوي قوي. اكو واحد لعبته ده، او ماي جاد، يا الله رب يستر. لا صعب صعب، توتر يا جماعة توتر، معيش ولا مرة كده. انا مش عايز اخسر ولا مرة، انا ولا مرة خسرت، احب اخسر وانا بصور فيديو. اوكي ابلع بقى، بوسلك ابلع، بوسلك ابلع كويس. نط دلو كتير يا جماعة. اوكي استنى لما يحكي، ابلع ابلع اخلص. يس نط 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 اسهل. او ماي جاد نط اسهل، حرام. تعال تعال ده هنفخك، بس بس تعال تعال تعصبني انا، تعال ابلع. الله يخلص، ابلع تاني. هذا لو رد اوكي ابلع، يلا اخلص يلا، لسه مبيندهش. دلوقتي بيواجه الالتيميت كراش، كراش مطول، كراش ابراهيم بيلعب متعصب. يلا اخلص ابلع، يلا حبيب. الحركة دي رخمة جدا 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 يعني، ابلع اخلص. يلا اقف مكاني ولا اتحرك، ابلع اخلص. ابراهيم يا غبي، خلي خلاص لما يعمل البتاع ده لازم يستنى شوية قبل ما يلف، بس كده خايف تنفجر في ايد البامبا دي. انا لحد دلوقتي لسه مش عارف نظامها برضه. اوكي انا هل لو فضل معايا كتير هتنفجر. اوه ماي جاد رحلها. لا يا ابراهيم، اوه ماي جاد. اوف ده عم بتوتر اقسم بالله. اللعبة السريعة هو بيجري كده زي الهبل. ركز ركز اوكي، تعرف لما هو الحاجة تجيلك وهو بيجري بسرعة توتر طبعا. يلف صح؟ كويس كويس، اه بيكون بطل يلف لما تعب. اوكي ركز 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 اوكي، هتلف صح؟ اوكي لا ابلع دي، يلا هو ضربه انا ضربه. اوكي الحاجه دي خايف منها، والله العظيم كنت هلف يا جدعان، والله العظيم كنت هحوت خلاص. ايه ده لسه، يا الله. يلا بقى لكم، ابلع ابلع يا كلب. لا خد دي ابلع لسه، يلا احنا كمان ابلع كمان، يلا ابلع يا مزيف. يلا حداك تحصلني تاني يا كلب. لو حاجة غبية بس اللي عندها في الأول كنت مخسرتش. أنا يا جماعة كده خلصنا الفيديو، بس قبل ما أخلص الفيديو عايز أوريكم يعني
ممكن نعمل ايه في المستقبل تاني بقى غير الكاس الاساسيه يعني في اونلاين. اوكي اوبو دينجو ده تاني، انا وجدت الدينجو ده العادي. اوكي كويس خدت الدول كويس. اوكي هواجه الدينجو ده تاني. واو ليفل 2 من دينجو ده. اوكي في اونلاين يا جماعه، ففكر الفيديو الجاي هنلعب مع ناس. ايه النت عندي دلوقتي بتوفي، بس المره الجايه هنلعب مع ناس. اوكي هنا وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى تشتركوا لايك والاشتراك. كان معكم ابراهيم من قناه تيم ليجند اوف جيمز، مع السلامه.